وفي شأن إيراني آخر، أعلن مسؤول بوزارة الصحة الإيرانية عن 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 2 منها في مدينة قم والثالثة في أراك. ويأتي هذا الإعلان بعد تسجيل وفاة مصابين بهذا الفيروس أمس في مدينة قم، فيما أفاد مراسل العربي بوضع كل مستشفيات المدينة في حالة استنفار، كما تم تعطيل المدارس والجامعات كافة في المدينة خوفا من انتشار الفيروس. إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الصيني نجاح جهود بلاده في احتواء فيروس كورونا، مؤكدا أن تراجع عدد الإصابات الجديدة يعود إلى التدابير المشددة لاحتواء الوباء. هذا وارتفع عدد الوفيات في الصين إلى 2118 حالة بعد وفاة 114 شخصا خلال الساعات الماضية، بينما أعلنت كوريا الجنوبية أول حالة وفاة لديها بالفيروس. كورونا يتراجع، بوادر انحسار أحيت ميت الآمال. مزيد من المرضى يتماثلون للشفاء في مقاطعة هوب الصينية موطن الفيروس. عدد الإصابات في المقاطعات الأخرى في انخفاض مستمر لليوم 15 على التوالي. الحياة بدأت تدب في شوارع العاصمة بكين وإن على استحياء. إشادة من منظمة الصحة العالمية بما وصفته بالتقدم الهائل وبالجهود التي بذلتها السلطات الصينية لمكافحة المرض. نظرية المؤامرة التي راجت في الأسافير لا محل لها من الإعراب بحسب المنظمة. لا دليل على أن هذا الفيروس قد أنتج في مختبر، ولا يوجد بالتأكيد أي دليل على أنه قد أنتج من أجل استعماله سلاحا بيولوجيا. الفيروس من فئة مصدرها الحيوانات. 10 حالات مسجلة في منطقة الشرق الأوسط، 9 منها في الإمارات و1 في مصر. 3 من الحالات المسجلة في الإمارات تعافت تماما. مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها أندريا آمون قالت إن عدد الحالات المسجلة حاليا 45 حالة، وأكدت أن الوضع في أوروبا متحكم فيه. فسحة من الأمل في خضم أزمة شغلت العالم على مدى شهور، ولكن منظمة الصحة العالمية حذرت من الاستكانة لما أظهره الفيروس من تراجع.